عاش المغرب بين سنتي 1939 و 1945 أحد أقصى المجاعات في التاريخ دياله، واللي جرت التسمية ديالها شعبيا بعام البون. اجتمع المؤرخون على أن جذور تلك الشدة راجع للاستعمار الفرنسي اللي خدا ونهب أقوات المغاربة باش يدعم العسكر دياله في الحرب العالمية الثانية. عادت نحن المغاربة إلى زاد شي واحد على الماعون ديال الطعام بلهفة كنقولوا لي واش انت جاي من عام جوع؟ هذا غير مزحة تاخدوها الأجداد ديالنا ووصلت عندنا إلى يومنا هذا. عام جوع أو عام البون تتعدد الأسماء، والمقصود بها هو سنوات المجاعة السبع اللي عاشها المغاربة ما بين 1939 و 1945، والتي لم تكن القدرة السماوية سببا فيها، بل هو الاستعمار الفرنسي اللي انهب أقوات أصحاب الأرض من أجل دعم المجهود العسكري. 1940 اللحظة التاريخية الأكثر سخرية في تاريخ الإمبريالية العالمية، حين اجتاحت ألمانيا النازية فرنسا وشطرتها على نصفين، شمالي تابع لها بشكل مباشر وجنوبي تحكمه حكومة فيشي المسيرة بيد الرايخ الثالث. هكا ولات فرنسا مستعمرة ومستعمرة في نفس الوقت، والمغرب بلد تحتله دولة اللي فقدت السيادة على الأراضي التاريخية ديالها. عام البون الاستعمار الفرنسي بسبب هذه الأوضاع السياسية خلاه يرتكب أبشع جرائم الإبادة الجماعية في حق المغاربة، حين عمد باش يستنزف الثروات المغربية باش يعاون المجهود ديالو الحربي، وقسم البلاد إلى منطقتين مدنية داخل المدن وعسكرية خارجها، واضعا ملكية الأراضي الزراعية في يد المستوطنين الفرنسيين، وفارض سياسة التقشف على أصحاب الأرض حيث قرر نظام صارم لتوزيع الغذاء. ومن هذا النظام الصارم لتوزيع الغذاء جاءت التسمية الشعبية عام البون، حيث منعت السلطات الاستعمارية على المغاربة التزود بالمواد الأساسية باش يعيشوا، وهي اللي كانت كتحدد الحصص ديال التموين ديال العوائل المغربيه واللي كانت ما كتسمن وما كتغني من جوع. وما وقفاتش ممارسه الاحتلال الفرنسي عند حد مصادره المنتجات الفلاحيه والماشيه من اصحابها المغاربه وتوزيعها على بني جنسهم من الفرنسيين فحسب، بل تمادات وصوبات صندوق ديال التبرعات اللي دعت الحكومة الفرنسية باش المغاربة يجمعوا فيه التبرعات باش دعم به الحكومة ديالها. وتصف شهادة نشرتها جريدة لا ديبوش لأحد سكان الموادي ممن عايشوا تلك المرحلة قوله: ولا الغذاء يتناقص يوم بعد يوم، غاب اللحم على المائدة وغابت الخضار وصارت الوجبات كتناقص لينتهي الحال ببعض اللقيمات. ويقول مؤرخ الفرنسي دانيال ريفيت في كتابه المغرب من ليوط إلى محمد الخامس بأن الأوهام الحضارية للحماية الفرنسية أخذت بالإضمحلال بفعل أزمة 1929 أولا، تليها المجاعة الكبرى سنة 1945-1944. وحسب المؤرخ المغربي بوجمع رويان، فإن السلطات الاستعمارية فرضت على أئمة المساجد تلاوة خطبة تحت المغاربة على التضحية من أجل تحرير فرنسا. وكذب المؤرخ الرواية الفرنسية عن كون أسباب المجاعة عائدة إلى الجفاف اللي ضرب البلاد، حين أثبتت في دراسة له بأن التساقطات المطرية في تلك السنوات حققت أرقام قياسية، وهذا يعني بأن الحكومة الفرنسية كذبت. ومن أجل النجاة من الشدة المغاربة غيروا العادات الغذائية ديالهم، حيث عمدوا إلى ذبح وأكل كل حية تسعى إلى الأرض
تخيل معايا ذبحوا الكلاب والحمير والقطط واللقالق، وبالغ بهم الفقر والعوري الى نفس قبور الموتى للاكتساء من اكفانهم. وكان من بين ابرز النباتات اللي استهلكها المغاربه وقتها هي نبته سامه تدعى يرني، كانوا كيجفوا الجذور ديالها ويطحنوها فكتولي بحال الدقيق البيض، فيصنعوا منها خبزهم. اثرت سنوات المجاعه على ديموغرافيا المغرب، حيث عمد كثير من سكان الوسط الى الهجره نحو السواحل وصولا الى المناطق التي حدث فيها انزال لجيوش الحلفاء، وكذلك اللاجئين الفرنسيين الفارين من ويلات الحروب في بلدهم باش يستافدوا من الاعانات اللي كتقدمها الحمايه لهذوك الشرائح. خلفت المجاعه حوالي 300,000 قتيل في ارقام اكيد كتختلف عما صرحت به السلطات الاستعماريه، واللي تحدث غير على 45,000 صافي. يضاف اليها قتل الاوبئه التي ضربت المغرب بفعل الجوع وسوء التغذيه، واللي كان الابرز ديالها مرض التيفوس ومرض الطاعون اللي كنعرفو حنا كاملين. واخيرا بغيت نشكركم على المشاهده ديالكم، ولا شان راه كتزاد شويه بشويه بالفضل ديالكم. الا كان شي انتقادات ولا شي تشجيع مرحبا بكم، نتقبلوا كيف ما كان، وشكرا لكم.